بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد عليه أتم الصلاة والتسليم. نكمل اليوم إن شاء الله ما تبقى من محاضرة 4 و5. كان ضايل عندنا شوية شغلات، يعني المحاضرة إن شاء الله أو الفيديو هذا مش راح يكون طويل. يعني الجزء الأهم من المحاضرة خلص بالفيديو السابق، الآن يعني ما تبقى هي فقط عبارة عن يعني نقاط نقدر نحكي إنها فرعية أو تكملة للإشي اللي إحنا بلشناه إن شاء الله. طيب، في البداية بدي يحكي لي شوي عن موضوع الساوند انتنسيتي، كيف انا بميز انه الساوند اجى بشكل اقوى او بشكل اقل. كالعادة زي اي سنسيشن اخر، موضوع انه انت تفعل عدد اكبر من النيورونز، موضوع الفايرنج ريت تاع النيورونز. يعني بشكل عام كل ما انت فعلت عدد اكبر من الهير سيلز على طول البيزل ممبرين، او كل ما يعني فعلت الهير سيل الواحده بفاير ريتس اعلى، كل ما احنا بنتوقع انه راح يوصل لي اكشن بوتنشلز بعدد اكبر وبالتالي انتنسيتي بكميه اكبر. طيب، مين بيتحكم بموضوع الفايرنج ريت وقديش انا افعل من النيورونز؟ اللي بيتحكم بهذا الموضوع مستوى الديسبليسمنت اوف بيزلر ممبرين، يعني قديش خلينا نحكي البيزلر ممبرين بيصير فيه اهتزاز او ديسبليسمنت، او يعني قديش قوه الرجه تاعت البيزلر ممبرين نفسه قديش عمل ديسبليسمنت. هذا هو اللي بيتحكم فعليا بمدى تفعيل النيورونز وعدد النيورونز اللي بتفعله. تمام، هذا بدايه. الشغله الثانيه اللي هي الكوكليير امبليفيكيشن. كوكليير امبليفيكيشن هي مربوطه بشيء بالاوتر هير سيل، يعني هي عباره عن مصطلح مربوط بالاوتر هير سيلز، وهسه رح نحكي عن هذا الموضوع. فعليا الاوتر هير سيلز هي اللي بتتحكم بمستوى الديسبليسمنت اوف بيزلر ممبرين، اللي بيتحكم بمستوى اللي هو النيورونز الفعاله والفايرنج ريت تاعها، واللي بيعبر عن الساوند انتنسيتي او بيعمل انكودينج لها. تمام، طيب انا بيهمني عده معلومات عن موضوع اللي هي الاوتر هير سيل قبل ما نفهم هدول المصطلحين. يعني في عندك هسه هون مصطلح الكوكليير امبليفيكيشن، تمام، رح نفهمه بشكل مفصل كمان شوي ان شاء الله. وفي عندي كذلك هون موضوع الانرفيشن والفروقات بين الهيرسل الانر والاوتر اللي اصلا انشرحت سابقا في المحاضره الماضيه. طيب، كتمييز عام بس من باب التاكيد، انا كيف اميز بين الانر هيرسل والاوتر هيرسل؟ تمام، هاي الانر وهي الاوتر. طبعا عندك تكون عارف ان الانر بتكون مربوطة بأفرنت نيورونز، بينما الاوتر بتكون مربوطة بإيش؟ بأفرنت نيورونز. تمام، يعني بمعنى آخر أنا هون بدي أثر على هاي الخلية، تمام؟ بينما هون أنا بدي أخذ signals من الـ inner hair cells. فلاحظ الفرق بين هاي وهاي. طيب، حسب جميع الأحوال هذول عبارة عن branches جاي من إيش؟ جاي من الكوكليار نيرف اللي هو الفيستيبيلو كوكيولار أو الكرينيال نيرف الثامن، وكلياتهم بيكون لهم نيوكلياي بسميها باسم spiral ganglion cells. تمام؟ تجمع للنيوكلياي هذا يكون spiral ganglion. تمام؟ طيب، بس الفرق انه يا سيدي العزيز الانر هير سيل وظيفتها انها تعطيك الامبلسز اللي او تعطيك السنسيشن تاع الهيرنج، بينما هدول اللي هم الاوتر هير سيل بيكون دورها خلينا نحكي بالكنترول والريجوليشن اكثر من فكره انه يكون دورها خلينا نحكي انها تعمل ترانسدكشن للساوند. تمام، اوكي، فهذا هو الفرق ما بين الانر والاوتر. تمام، طيب هون بحكي لك 95% من الكوكليير نيرف اندينجز اون، يعني بحكي لك الكوكليير نيرف اندينجز اللي بتروح على الانر هير سيل مينلي تعتبر يعني خلينا نحكي سنسوري، وديتيري نيرف فايبرز ار اكسايتد مينلي باي انبوتس 100%. اوتر هير سيلز بحكي لك عددهم اكبر بكثير من الانر هير سيل، يعني 3 لـ 4، يعني لكل واحد في عندك 3 أو 4. تمام، اوتر هير سيل ريسيف اكستنسيف انرفيشن فروم ذا برين ستيم، يعني بيجي نيرف من البرين ستيم. نعم، بالاخير ganglion cells نفسها، لكن بيجيب فعليا نيرف from the brain stem. بنسمي النيرف اسم اللي هو الاوليفو كوكليير نيرف او الاوليفو كوكليير بندل. تمام، هاي اوليفو كوكليير بندل، يعني بيجي من الاوليفو هي النيوكلياي وبيروح عن طريق اللي هو بيروح عن طريق الكوكليير نيرف البرانش الافرنت قبل ما يوصل لوين؟ قبل ما يوصل لهاي الخلايا. تمام، طيب، وحكينا الاوتر هير سيل شو الفانكشن تاعيتها مدام هاي بدها تعمل كنترول. كنترول لايش بالضبط؟ فعليا الكنترول تاعها للسنسيتيفيتي اوف ذا انر هير سيل، يعني بتتحكم بالسنسيتيفيتي تاعيت الانر هير سيل من خلال التحكم بمدى الديسبليسمنت اللي ممكن يحدث للبيزلر ممبرين. تمام، طيب، بحكي لك الاوتر هير سيل ايضا ممكن تشتغل كتايني موتورز ذات امبليفاي ذا موفمنت اوف ذا بيزلر ممبرين، هذا رح نحكي عنها كمان شوي. This action of outer hair cells on the basilar membrane بنسميها cochlear amplifier، وهي جدا مهمه. تمام، the efferent outflow of olivo cochlear bundle هي بتتحكم بالاكتيفيتي اوف اوتر هير سيل. طيب،
الخلاصه والشيء اللي بفهمه للان عن الاوتر هيسل، شايف المعلومات هذول ممكن ما فصلنا فيهم هسه، كمان شوي ان شاء الله بنفصل فيهم، بس هسه حنحكي عنهم بشكل عام. تمام، طيب هسه بيهمني نكون فاهمين انه الاوتر هيسل دورها الاساسي انها بتعمل امبليفيكيشن للساوند. يعني حكينا انه في عندي طرق لانه نحن نعمل امبليفيكيشن، في حكينا من عند طبله الاذن لعند اللي هي الاوفل، ايش لعند الاوفل ويندو، في فرق بين ايش بمساحه السطحين. تمام، وحكينا في كذلك اللي هو دور الماليس والانكس، وكيف في عندي اللي هو حكينا ليفر شو اسمه امبليفيكيشن. تمام، حكينا في فرق ما بين اللي هي الرافعه او خلينا نحكي طول الذراع تاعيت الماليس وطول طول الذراع تاع مين تاع الانكس. حكينا هذا ايضا بيعمل تقويه للصوت. هسه اخر محطه بتقوي لك الصوت هي مين؟ هي الاوتر هيرسلز، تعمل كوكليير امبليفيكيشن. طيب كيف هذا الموضوع بيتم يا سيدي العزيز؟ ببساطه انا بيجيني موجه صوتيه حتى لو كانت الموجه ترددها قليل او حتى لو كان الانتنسيتي تاعيتها ايضا قليله، بغض النظر شو طبيعه الموجه وان كانت قوتها ضعيفه، فهي قادره انها تعمل اهتزاز بالبيز لير ميمبرين. هذا الاهتزاز وان لم يكن كبير فراح يعمل بايندينج وان كان قليل لمين؟ للهيرسلز للستيريوسيليا اللي عندي اياهم هون. تمام، هذا البيندينج راح يعمل ايش كالعاده؟ البندينج هون راح يعمل ادخال للبوتاسيوم، وهذا بيعمل ديبولاريزيشن. تمام تمام تمام، اذا الاثنين متفقين الاوتر هيسل والانر هيسل الاثنين بيصير فيهم ديبولاريزيشن. تمام، بس شو الفرق؟ انه الاوتر هيسل لما يصير لها ديبولاريزيشن ما بتطلع جلوتاميت، انما بيصير في عندي تغيرات في الموتور بروتينز اللي جواتها، الكونتراكتايل بروتينز اللي موجوده جواتها. هذول الكونتراكتايل بروتينز لما يصير ديبولاريزيشن بيصير فيهم زي نوع من انواع الكونتراكشن، بيصير فيهم نوع من انواع الكونتراكشن. هذا الكونتراكشن بيؤدي لانه الخلايا تنكمش. لما تنكمش الخلايا شو راح يصير في عنا يا سيدي العزيز؟ لما تنكمش الخلايا راح يخف الضغط اللي عمليته على البيزلر ميمبرين. تمام، وبالتالي لما يخف التنشن اللي عمليته على البيزلر ميمبرين، البيزلر ميمبرين بيصير اشماله مرن اكثر، وبالتالي قادر على انه يهتز من تردداته من انتنسيتيز اقل. وبالتالي هذا الاشي بالاخير لايش راح يؤدي؟ هذا الاشي بالاخير راح يؤدي فعليا انه لما يهتز هذا الوتر او لما يهتز هذا البيزلر من بين اللي انا عندي اياه بشكل اكبر، راح يؤدي لانه تفعيل اكبر للانر هيرسلز، وبالتالي وكانه عمل امبليفيكيشن للساوند. اذا لما انا شغلت الاوتر هيرسلز البيزلر من بين اخذ راحته لانه هذول انكمشوا، فلما انكمشوا البيزلر من بين اخذ راحته صار ياثر بشكل اكبر على الانر هيرسلز، والانر هيرسلز صارت تسمع الصوت بشكل، صارت تنقل الصوت بشكل اقوى او بفاير ريتس اعلى. هاي العمليه بنسميها باسم الكونكلير امبليفيكيشن. هون ملخصينها بكلمتين، بيجي عندي ديبولاريزيشن بيؤدي لكونتراكشن للبروتينز الموجوده داخل الخليه ما يؤدي لانكماشها. هذا الانكماش راح يؤدي لحدوث ايش؟ لحدوث decrease في الفلكسبيليتي، فعليا لا هو increase in the flexibility. تمام، هاي بدها تعديل. depolarization راح يؤدي لانكماش الخليه، وهذا راح يزيد the flexibility of basilar membrane. في المقابل لما يصير انا في عندي hyperpolarization الخليه راح تطول، ولما تطول الخليه المفروض the flexibility تقل تعييت البيزلر membrane. وبالتالي هون هاي الملاحظة بدها تصحيح، هاي مش من السلايدات، هاي عبارة عن ملاحظة. مفروض هون increase the flexibility وهون decrease the flexibility، وهسه بنأكد عليها بالسلايد القادم إن شاء الله. تمام؟ 100%. طيب amplification of outer hair cell، كيف دور الاوتر hair cell بأنها تعمل amplification؟ bending of stereocilia causes potassium to enter the hair cell زي ما حكينا قبل شوي، وهذا الاشي بيؤدي لactivation of the motor proteins، وبالتالي الactivation لهدول البروتينات حيؤدي لحدوث ايش؟ انكماش في الخلية. الانكماش تاع الخلية واستطالتها في بعض الأحيان رح يؤدي لحدوث ايش؟ the shortening and lengthening of hair cells، هو اللي بيتحكم بالflexing of ايش؟ of the basilar membrane، هو بيتحكم بمدى البيزلر membrane بيصير له ايش؟ بيصير له اهتزازات. تمام؟ طيب الاشي الان بدنا نوصل له من هون، طيب عشان احنا نفهم الموضوع بشكل مفصل كمان مره، بصير في انا عندي بندنج للستيريوسيليا، هذا البندنج تاعها حيؤدي لحدوث ديبولاريزيشن، بعديها الكونتراكتايل بروتينز بصير لها كومبريشن او تعمل كونتراكشن، هذا الشيء يؤدي لانكماش الخليه، انكماش الخليه حيؤدي لانه التنشن الموجود على على البيسمنت ممبرين راح يصير اقل، وبالتالي راح يصير في عندي شورتنج اعلى للانر هير سيلز، التنشن على البيزلر ممبرين اقل، وبالتالي ديسبيسمنت اوف بيزلر ممبرين راح يكون اعلى، وبالتالي
وبالتالي شورتنينج اعلى للانر هير سيلز، وبالتالي هذا الشيء بيزيد الفاير هيرتز اللي بتطلعها، وهذا معناه انه الساوند صار له امبليفيكيشن. تمام. طيب هذا الشيء متى بيكون كثير مفيد؟ وهي هي الخلاصه، يعني التفاصيل مش كثير بتهمنا، الميكانيزم مش كثير اصلا متفق عليها بين المصادر، يعني كل مصدر بيشرح الميكانيزم بطريقه مختلفه وبيحكي لك الميكانيزم مش بهذا الشكل لا بهاي الشكل، وبالتالي الميكانيزم مش كثير متفق على ايش اللي بيصير فعليا جوا. لكن اللي انا بيهمني اكثر الان نكون فاهمينه انه بالعاده لما تيجي عندي الويفز، هاي الويفز لما تيجي بتؤدي لانه الستيريو سيريا تعمل بندنج، الديبولاريزيشن راح يؤدي لحدوث تغيرات في الكونتراكتايل بروتينز، قد يختلف المصادر بطبيعه التغير اللي بيصير، مما يؤدي لحدوث تغيرات في استطاله وطول اللي هي الخلية نفسها، وهذا أيضا مختلف عليه إيش بالضبط بيصير بطول الخلية. لكن خنحكي إنه مبدئيا بيصير في عندي شورتنينج في الخلية. جميع الأحوال إحنا شو بيهمنا إنه هاي التغيرات في الخلية سواء كاستطالة أو كشورتنينج رح يؤدي في الأخير لحدوث إيش، رح يؤدي بالأخير لحدوث displacement أعلى للبيسمنت ممبرين، وهذا الإشي بيؤدي لحدوث إيش، شورتنينج أعلى للإنر هير سيلز لأنه رح تتأثر بشكل أكبر، وهذا بيزيد الفاير ريت. طب هذا الشيء متى بيفيدني؟ واحد مثلا بيوشوش، تمام، كيف انا بدي اسمع صوته؟ بيحكي لك انت بتسمع صوته من خلال الامبليفيكيشن، هذا اللي راح يحدث، هذا الامبليفيكيشن اللي بيحدث حيؤدي انه حتى الموجات الصوتيه اللي الانتنسيتيز تاعتها قليله راح يصير لها امبليفيكيشن وتسمعها. اللي بيهمني نكون عارفينه انه ببساطه الانر هير سيلز، الاوتر هير سيلز، قصدي الاوتر هير سيلز هتشتغل كايش؟ هتشتغل ك خلينا نحكي مكبر صوت بيعمل امبليفيكيشن له. تمام. طيب لو انا بدي اتحكم بهاي الخلية من خلال النيرف اللي شابك فيها، هذا الاشي حيؤدي لانه تعمل انهيبيشن لمكبر الصوت. طيب شو قصة النيرف هذا؟ خلينا نحكي شوي عنه. في عندي بندل بتيجي من عندي الاوليفري نيوكلياي، من عندي السوبيريور اوليفري نيوكلياي تحديدا، سواء كانت الابسي او الكونترالاترال، وبتشبك عن طريق الكوكليار نيرف قبل ما توصل لعند الاورجان اوف كورتي، من عندي البيسز اوف ذا اوتر هير سيلز، من عندي البيس اوف ذا اوتر هير سيل. وهناك شو بتعمل؟ بتعمل موديوليشن بالسنسيتيفيتي اوف اوتر هير سيلز من خلال انها بتعمل ريليزنج للاسيتايل كولين. وبالتالي مرة هذا النيرف بيجي من عند وين؟ من عند السوبيريور اوليفري نيوكلياي، وهو جزء من ايش؟ من الاوليفو كوكليير افرنت باندل. هاي البندل ايش راح تعمل؟ راح تطلع اسيتال كولين. شو راح تعمل؟ راح تعمل انهبيشن للخليه. انهبيشن للخليه لايش راح يؤدي؟ راح يؤدي لانه تبطل ايش؟ تبطل تعمل ديبولاريزيشن بسهوله. يعني هسه الحالتين راح يصير في عندي بندنج، تمام، يعني ستيريو سيريا والبند نورمالي، بس الاسيتال كولين اللي مأثر عليها راح يؤدي لانه ما يصير لها ستيميليشن بهاي السهوله، يعني راح يؤدي لانه البندنج ما راح يكون كافي لاحداث ديبولاريزيشن، وبالتالي بصير في عندي هايبر بولاريزيشن. هذا الهايبر بولاريزيشن راح يؤدي لاستطاله الخليه، واستطاله الخليه حتخلي البيزلر ممبرين يحدث له ديسبليسمنت اقل، او مرونته راح تكون اقل، الفلكسبيليتي تاعيته راح تكون اقل، وبالتالي راح يصير في انا عندي فاير ريت اشماله، راح يصير في عندي ايضا فاير ريت اقل بسبب انه الشورتنينج للانر هير سيلز راح يكون اقل، وبالتالي الساوند راح يكون اقل. الاشي اللي بيهمني من كل هذا الكلام انه الاوليفو كوكليير افرنت باندل بتهمني متى؟ بتهمني عشان تعمل كانسليشن للنويز، بتهمني عشان تعمل كانسليشن للنويز. ما تركزوا كثير على موضوع الميكانيزم المطروحه هون، هي من باب الفهم ومن باب التسهيل، لكن بالغالب الدكتور لو حيسأل فهو مش كثير حيركز على موضوع الميكانيزم على قدر ما هو حيركز على فكرة إيش، على فكرة إنه أنا متى بتفيدني هاي الشغلة، متى بتفيدني هاي الشغلة، وشو الفانكشن العام لهذا الموضوع، والديبولاريزيشن حيؤدي لإيش، هيها بالضبط وملخصها هون. تمام، سيبوكم من هاي اللي موجودة هون، ركزوا على اللي هون. ديبولاريزيشن حيؤدي لشورتنج للخلية، هايبربولاريزيشن حيؤدي لاستطالة للخلية. هاي المعلومة كثير مركز عليها في السلايدات، تمام، فاحفظوها منيح. هاي الاشي الوحيد ممكن يسأل عنه بالغالب عن موضوع الميكانيزم. اما كفانكشن عام بهمني اكون فاهم ان الانر هير سيلز بشكل عام تشتغل كمكبر صوت، وهذا الاشي كثير بيفيدني بالاصوات اللي الانتنسيتي تاعتها قليله، زي لما واحد يوشوش، تمام، او يعمل ويسبرينج. وبنفس الوقت ممكن انا اعمل انهيبيشن لهاي السماعه او لهذا الامبليفاير او لهذا لمكبر الصوت هذا. ليش؟ لما يكون في انا عندي نويز، لما يكون في عندي نويز فهذا الامبليفاير مش بحاجه انه يشتغل، فانا بعمل له انهيبيشن عشان ما يعمل لي ايش، سنسيشن لهذا الصوت المزعج اللي انا مش بحاجه اني اسمعه، فهو بيعمل كانسليشن للنويز، وهذا الشيء بيكون بتاثير الاوليفو كوكليير بندل. هذا اهم شيء بدنا نكون فاهمينه كمعلومات عن الميكانيزم. برجع باكد الشيء اللي الدكتور متفقين عليه واكد عليه 100% انه الديبولاريزيشن حيؤدي لشورتنج للخلايا، الهايبر بولاريزيشن حيؤدي لاستطاله للخلايا، تمام. والمنطق يقول انه هذا الشيء راح يؤدي لحدوث هون زياده في الفلكسبيليتي وليس ديكريز، وهون انخفاض في الفلكسبيليتي
responsibility وليس increase. تمام، بس هذا الاشي اللي بنكون فاهمينه، ويعني هاي خطأ مطبعي عذرا على الخطأ، لكن الباقي ان شاء الله انه واضح، يعني كل الكلام الباقي بالسلايدات بيأكد على هذا الكلام، وهي كذلك هون الملخص ان شاء الله بيكون موضح للموضوع. برجع بأكد الميكانيزم مش كثير تركزوا عليها لانه المصادر نفسها مختلفة عليها، وهي كمان شغلة فيها خربطة. يعني هون بيحكي لك انه there is a protein molecule بنسميه باسم البريستين اللي هو الكونتراكتايل بروتين، بيحكي لك انه depolarization للخلايا رح يؤدي لريلاكسيشن للبروتين وبالتالي إلونجيشن للأوتر هير سيل، مع إنه قبل شوي حكى وبالسلايدات إنه الديبولاريزيشن رح يؤدي لحدوث كونتراكشن لهذا البروتين. هي بالضبط، يعني هون حاكي إنه رح يؤدي لإنه البروتينات يصير لها أكتيفيشن أكثر وبالتالي رح يؤدي لحدوث شورتنج للهير سيل. هاي من السلايدات حرفيا مكتوبة، تمام؟ وبالتالي يعني السلايدات شوي بتناقض نفسها بهذا الموضوع، فبرجع بأكد لما يكون في تناقض بهذا الشكل معناته المصادر نفسها ليست متفقة على ايش هو الجواب بالضبط. على كل حال احنا ممكن نسال الدكتور عن هاي المعلومه كونها مذكوره بالسلايدات، وممكن نساله عن التفصيل بالضبط، تمام؟ لكن بالغالب برجع باكد انه الاشي اللي احنا بهمنا 100% عن الميكانيزم هم هدول الملاحظتين، مش اللي عند السهم سيبكم اللي بعد السهم، هدول الملاحظتين فقط اللي هو الديبولاريزيشن والهايبربولاريزيشن هيؤدي لشورتنج ولا لينكثنج للخليه، وكون عارفين برضه ايش الفائده منه بشكل عام وايش وظيفه الاوليفو كوكليير باندل، تمام؟ طيب الان روح على الاوديتوري باثوي، او كيف احنا بنسمع فعليا، او ايش مسار السمعي بعد ما احنا اخذنا السيجنالز، كيف راح تمشي، ايش المسار تاعها. طيب الموضوع ممكن يبين من هون انه كل هاي خطوات وكل هذا الموضوع كثير بسيط، تمام؟ طيب في البدايه بحكي لك الاوديتوري نيرف انتر ذا ميدلا اون ذا سيم سايد اوف ذا بودي اند سينابس وذ ذا كوكليير نيوكلياي. اذا كونه بدك تتذكر انه الكرينيال نيرف الثامن النيوكلياي تاعته وين موجوده؟ موجوده في الميدلا، تمام؟ فاول شيء راح يجي من ذا سيم سايد فروم ذا سيم سايد، رح يجي ايش؟ رح يجي اللي هو الكوكليير نيرف، ويروح عند الكوكليير نيوكلياي. وين موجوده؟ في المظله اوبلينجاتا. هاي اول محطه، تمام؟ طيب هسه رح يضل طالع قبل ما يوصل لمحطه مشتركه بينهم جميعا، وهاي المحطه شو بسميها؟ بسميها باسم الانفيريور كوليكيولس، وهاي حكينا عنها سابقا في السي ان اس انه الانفيريور كوليكيولس من الميدبرين هو المسؤول عن الجانب السمعي، وبالتالي رح يشترك المحطه بانه رح يشتركوا جميعا انه اي فايبر رح يطلع من الكوكليا نيوكلياي بالاخير وين بده يوصل؟ عند الانفيريور كوليكيولس. بس في محطه وسطيه في الطريق ولا لا؟ اذا ما في محطه وسطيه في الطريق فانا بعمل ديكاسيشن وبروح على المحطه محطة الانفيريور كوليكيولس، تمام؟ طب إذا في محطة منتصفة في التهيق فهي المحطة شو راح تكون؟ اللي هي السوبيريور أوليفيري نيوكلياي، لأن حكينا في هيك في شوية تعاقد بيناتهم، في شوية تواصلات ما بيناتهم، فدائما في ترابط ما بين السوبيريور أوليفيري نيوكلياي وما بين الكوكليا نيوكلياي. المهم يا سيدي العزيز راح يروح عند السوبيريور أوليفيري نيوكلياي في البونس، بس يا إما على نفس المكان إبسيلاترال يا إما على المكان البعيد. إذا كمان مرة إحنا وصلنا في البداية لعند وين؟ عند ال في الميدلا اوبلينجاتا اللي هي الكوكليا نيوكلياي بطبيعه الحال اللي هي النيوكلياي تاعت الكرينيال نيرف الثامن. بعديها يا اما يا سيدي العزيز انا بروح مباشره لعند الانفيريور كوليكيولس في الميدبرين، يا اما باخذ لي محطه بالطريق. اذا اخذت محطه بالطريق فانا ممكن اعمل ديكاستيشن او ممكن اعمل بنفس الاتجاه. اذا بنفس الاتجاه او ديكاستيشن اروح عند السوبيريور اوليفيري نيوكلياي، تمام؟ اذا كمان مره يا اما انا بروح مباشره عند الانفيريور كوليكيولاي وهون لازم اعمل ديكاستيشن، يا اما انا باخذ محطه بالطريق بين المحطه هاي السوبيريور اوليفيري نيوكلياي وقتها يا انا بعمل ديكاستيشن يا اما بطلع ابسيلاترال، تمام؟ تمام التمام. وبالاخير المحطه المشتركه بيناتهم انه بالاخير هيروح عند الانفيريور كوليكيولاي، بس يا اما بتكون بنفس الاتجاه يا اما بتكون بالاتجاه المعاكس، او يعني يا ابسي يا كونترالاترال. بجميع الاحوال الاثنين راح يطلعوا لعند وين؟ لعند الثلمس. في الثلمس مين النيوكلياي المسؤول عن السمع؟ حكينا الميديال جينيكوليت النيوكليوس. كيف تحفظها؟ من ام ميوزك، ميديال جينيكوليت ام ميوزك، تمام؟ وبالتالي راح توصل بالاخير هون، بس توصل ميديال جينيكوليت بودي او ميديال جينيكوليت النيوكليوس راح تطلع لعند وين؟ راح تطلع لعند من الثلمس للكورتكس. مين الجزء المسؤول للكورتكس؟ اللي هي 41 و 42 وين؟ في التمبرال لوب، في التمبرال لوب. هذا التمبرال لوب لكن اخذنا منه ايش؟ اخذنا منه كروس سكشن، وهي الاي، وطبعا اكيد السيل بوديز بتكون على الجوانب. طيب
شو كمان هون نفس الاشي لكن يعني بطريقة اخرى مشروح. طيب هون التون توبيك ماب حكينا عنها في المحاضرة الماضية انه في عندي اماكن راح تلقط الفريكوانسيز المترددات القليلة اللي هي حكينا انها تعتبر الجزئية القريبة من الايبكس تاع البيسلر ممبرين، بينما الجزء الموجود في البيس تاع البيسلر ممبرين بيكون ترددات لازمها ترددات عالية عشان تقدر تلقطها وبس. وبناء على هذا الاشي عملنا تون توبيك ماب، هذا الاشي انشرح في المحاضرة الماضية تمام. طيب بس في شغله مهمه لاحظتوا انه احنا اخذنا ابسي لاترال وكونترا لاترال بس بالاخير وصلنا لايش؟ للكورتكس تمام. فمعناها انه انا مع انه كلياتهم اخذتهم من اليمين، كلياتهم اخذتهم من اليمين بس اليمين راح للشمال وراح لليمين، نفس الشيء الشمال الاذن الشمال بتودي للشمال واليمين، وبالتالي فعليا بيروح بشكل باي لاترال. وهذا الشيء معناه انه عشان يصير في عندي الامبلسز تيجي من الجهتين، فعشان تضرب انا عندي الاريا السمعيه لازم تضرب بالمنطقتين، لازم تضرب بالمنطقتين عشان احنا فعليا نواجه مشكله في التمييز تاع الصوت، مش في منطقه واحده، منطقه واحده لن تكون كافيه تمام. طيب function of auditory cortex، شو وظيفة الـ auditory cortex؟ حكينا أول إشي الـ tonotopic وتمييز ما بين الـ sounds اللي هي الترددات العالية والمنخفضة، والـ sound localization أميز الصوت من وين جاي بالضبط تمام. طيب أميز بين أنواع الـ sound patterns تمام، وكذلك الـ intraspecific communication وموضوع الـ speech إلى ترابط طبعا مع الـ speech تمام. تمييز الـ special qualities زي الـ sound اللي بيجي مرة واحدة وزي الـ noise عن الـ pure frequency، يعني كيف بده يميز الإشي الـ noise اللي أنا لازم أعمله وعن النويز الثاني عن الاصوات الثانيه تمام. اوكي وهكذا، يعني هاي هي الفانكشن تاعت الاوديتوري كورتكس. بس انا بيهمني تكون فاهم زي ما حكينا. في كذلك يكون عندنا ترابط ما بين البرايمري وما بين السكندري او الاسوسيشن اريا. طبيعه الحال انه اي سيجنال يوصل للبرايمري بعدين بده يروح لعند وين؟ راح يروح لعند الاسوسيشن اريا. طيب كيف انا اميز الساوند جاي من يمين شمال قدام ورا؟ اللوكلايزيشن تاعه كيف بيتم؟ ايش الميكانيزم تاعيته تمام. طيب هسا قبل ما احكي عن قدام عن الفيرتيكال اللي هو اب اند داون، وقبل ما احكي قدام وورا بدي اخذ فقط الهوريزنتال. الان بدي اخذ فقط الهوريزنتال، بحكي لك الهوريزنتال في له طريقتين، يا اما انتر اورال تايم ديلي او انتر اورال انتنسيتي ديفرنس. شو يعني؟ يعني انا اجاني صوت من اليمين ومن الشمال، كيف بدي اميز هل هو من اليمين ولا الشمال؟ بطريقتين، يا انا بميز من خلال انه اجاني من اليمين بشكل اقوى من الشمال، يا انا بميز انه اجاني على اليمين قبل ما يجيني على الشمال. طب مين مسؤول عن تمييز هذا الموضوع؟ المسؤول عن تمييز هذا الموضوع هو مين؟ هو مسؤول عن تمييز هذا الموضوع اللي هو الاوليفري نيوكلياي، وهسه حنحكي عنها كمان شوي. هسه الاوليفري نيوكلياي كيف بتميز الموضوع؟ في منها ميديال بارت ولاترال بارت تمام. الميديال بارت بيقدر يميز اجا من اليمين قبل الشمال ولا من الشمال قبل اليمين. بس هذا الاشي على مين بيعتمد؟ هذا الاشي وين احنا بنطبقه؟ بنطبقه في الانتنسيتيز الصغيره، او مش الانتنسيتيز، بالترددات او الفريكوانسيز اللي هي الصغيره تمام. يعني بعتمد على مبدأ اني انا اميز مين وصل قبل الثاني بالترددات القليله اللي هي بيكون الانتنسيتيز فيها مش عاليه تمام، او لا مش الانتنسيتيز، بتكون الترددات فيها مش عاليه تمام. كمان مره عشان احنا نلخص الموضوع تكون امور واضحه 100%، انا بعمل لوكلايزيشن بطريقتين تمام. كيف بدي اميز هل هو يمين وشمال؟ بطبيعه الحال الصوت اللي حيوصل لليمين اكيد راح يوصل قبل ما يوصل للشمال، هذا واحد اذا كان جاي من اليمين. يعني اذا اجاني الصوت من اليمين فقط انا حيجي بشكل اقوى عند اليمين من الشمال. طيب فانا انو اعتمد انو ميكانيزم؟ بحكي لك اذا الصوت كان جاي بشكل خفيف صعب انا اميز انو اقوى اجاني في اليمين ولا بالشمال. فهون أنا بعتمد على مين؟ على التايم ديلي. طب مين مسؤول عن هاي العملية؟ المسؤول عن هاي العملية اللي هو قطعا مين؟ اللي هو قطعا الميديال بارت اوف ذا سوبيريور اوليفري نيوكلياي تمام؟ طيب أو بمعنى آخر الترددات المنخفضة نعتمد على طريقة التايم تمام؟ ومين مسؤول عنها؟ الميديال بارت. طيب لما يكون ترددات عالية معناته في عندي intensity difference عالي، قد يكون intensity difference عالي بس احنا يعني هي عبارة عن ربط ما بين رقمين عاليين تمام؟ بس هم التردد اشي والintensity اشي ثاني، بس انا بيهمني تكون فاهم الان. لما يكون انا في عندي ترددات عالية بعتمد على طريقة الانتنسيتي، ترددات منخفضة بعتمد على طريقة التايم. طيب طريقة التايم مين مسؤول عنها؟ الميديال بارت او superior liver nuclei. طيب الانتنسيتي مين مسؤول عنها؟ اللاترال بارت السبيريور اوليفري نيوكلياي تمام.
طيب شو كمان؟ بس بحكي لك هاي الميكانيزم ما بتميز ايش؟ ما بتميز الموضوع كيمين كقدام ورا فرونت اند بيهايند او ابف او بيلو، هي فقط بتميز بشكل هوريزنتال يا يمين يا شمال، وبالتالي احنا بلزمنا طريقة ثانية عشان التمييز هذا وهسه حنحكي عنها. طيب هون نفس الاشي برجع باكد بس كون عارف انه في عندي لاترال وفي عندي ميديال نيوكلياي، احفظ ميديال تايم ام بام تمام. اللاترال بتكون انترا نيورال انتنسيتي، اللاترال هي اللي بتعتمد على طريقه الانتنسيتي اللي بتساعدني لما يكون في عندي ترددات عاليه، بينما الميديال هي بتعتمد على طريقه التايم اللي بتكون ايش اللي بتكون موجوده او بستفيد منها اكثر لما يكون الترددات منخفضه تمام. طيب لو انا بدي اميز اذا كان فوق وتحت او وراي وقدامي، بعتمد على البيني او اللي هي صوان الاذن. صوان الاذن عنده القدره انه يميز الصوت جاي من قدام ولا من ورا. ليش؟ بجمع الصوت بطريقه معينه، بيعمل زي ارتداد او صدى معين للموجات بطريقه او باخرى، بيغير بهاي الفريكوانسيز بحيث يميز الباترن او الفريكوانسي باترن الموجوده في الامام عن الفريكوانسي باترن الموجوده في الخلف واللي فوق عن اللي تحت وهكذا. هذا مين مسؤول عنه؟ صوان الاذن. التفاصيل مش مطلوبه بهذا الموضوع، بس بهم نكون عارفين انه صوان الاذن هو اللي بيميز اللي قدام واللي ورا عن واللي فوق عن اللي تحت، بينما اللي بيميز هوريزنتال هو مين؟ هو مش صوان الاذن، انما بيتم بشكل يعني عن طريق اللي هو السوبيريور اوليفري النيوكلياي تمام. اوكي بس هذا هو الموضوع. طبعا ضل عندنا موضوع الديفنس، دكتور ما شرحه، ما يعني ما شرحه بالمرة، إذا أنتم حابين تقروه هي موجود قدامكم، بس الدكتور ما ذكره بشرحه يعني ولا جاب سيرته أصلا، وكذلك الهيرينج تيستس الدكتور ما جاب سيرتهم، فإذا حابين تقروهم هي الشيت قدامكم. بس وهيك بنكون انهينا محاضرات اللي هي 4 و5. ممكن المحاضرة هاي يعني فيها عدة تفاصيل الدكتور يعني السلايدات فيها بتناقض نفسها، وفي بعض التفاصيل أصلا هو مش شايحها، بس إن شاء الله إنه هيك الأمور أوضح بالنسبة لكم، وراح نتأكد من أي نقطة مش واضحة وهل أصلا راح نجيبها في الامتحان أو لا. بس عدا عن ذلك سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.